نروح بقى لأخبار الرياضة المصرية، ونبدأ مع إنجاز جديد لعمر عصر ابن النادي الأهلي. خاض منتخب الرجال للتتويج بلقب بطولة أفريقيا المقامة بتونس والتأهل لأولمبياد باريس 2024، وفاز منتخب مصر الرجال في تنس الطاولة المباراة النهائية على منتخب نيجيريا، وده النهائي المعتاد يعني، بنتيجة 3-1 ليحقق لقب البطولة وتأهل لأولمبياد باريس في الفرق، وحجز مقعدين لمصر في منافسات الفردي في أولمبياد باريس 2024، وده بعد فوز منتخب السيدات أيضا في بطولة أفريقيا والتأهل لأولمبياد باريس. اللجنة الأولمبية بصراحة وجهت التهنئة للاعبين محمد البيلي وعمر عصر ويوسف عبد العزيز وخالد عصر وأحمد صالح والجهاز الفني ماجد عاشور المدير الفني وعماد مصالحي المدرب العام، مع خالص التهنئة باستمرار الأداء المتميز والمشرف في جميع البطولات واستمرار رفعت راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية. الحقيقة عمر عصر يا جماعة الراجل عنده فرصة كمان ياخد ميداليتين كمان، لسه بيلعب الزوجي هو ودينا مشرف ولسه بيلعب الفردي، ما شاء الله يعني. المفروض ان الراجل ده احتمال كبير جدا، شبه انا متأكد ان هو هيرجع بالثلاث ميداليات ذهب ان شاء الله يعني. فما شاء الله عليه، الراجل محافظ على الاولمبيات، بيروح اولمبيات كل سنة دلوقتي، البطولة العاشرة الافريقية لعمر عصر، يعني بياخد على مدار 10 سنين بياخد بطولة افريقيا ما شاء الله يعني.